حبايبي الحلوين الصغننين، النهارده هنرسم مع بعض الجيلي فيش زي ما طلبتوا مني بطريقه بسيطه وسهله ان شاء الله، يا رب تعجبكم. ما تنسوش اللي مش عامل سبسكرايب للقناه يعمل، مستنيه لايكاتكم وكومنتاتكم على الفيديو اللي بتسعدني دايما، وارجع لكم ونرسم سوا مع بعض. واحده من حبايبي الحلوين الصغيرين طلبت مني ان انا ارسم لها الجيلي فيش بشكل بسيط ومش ناسي عروسه المولد، برضو هعملها ان شاء الله في فيديو جديد. النهاردة بقى نرسم مع بعض جيلي فيش بطريقة بسيطة وهنلونه مع بعض، وهنعمله النهاردة على شكل كرتون شوية لانه للاطفال، ولو حابين ان انا اعمله لكم بشكل ينفع للكبار شوية برضو قولولي وانا اعمل، مش اي مشكلة. هنعمله بكذا شكل. اول حاجة احنا زي ما اتعودنا بنرسم الاول بالرصاص خط خفيف، وبعد ما بنخلص نبدأ ان احنا نتقل في الاماكن اللي احنا عايزينها. بس ممكن نعمل كده شبه النص دايرة بس طويل شوية، ونبدأ نعمل له رجلين. عايزينها بقى 6 رجلين، عايزينها 8 راحت. الشكل ده يمشي ان هو جيلي فيش او قنديل البحر، ويمشي ان هو اوكتوبس الاكتوبوس، يعني ده هيمشي معانا كده ويمشي معانا كده، وهنشوف برضو كذا شكل. هنعمل لها مش كده، مثلا نحط لها فيونكة ويجي مثلا الحاويات بتاعتها. نبدأ ان احنا ايه يجي بقاهم ويجي الخدود. ده شكل. طيب ممكن نعمله بشكل تاني ازاي؟ نعمل برضو النص دايرة بتاعتنا كده، وبعدين هنعمل لها جزء كده من تحت. فاكرين درس الانيميشن وازاي نعمل شخصية كرتون؟ شبهها برضو اهو، ممكن نعمل كده كمان وبسيطة ازاي. ونبدأ نعمل الرجلين، 2 مثلا 3، الناحية التانية 4 5 6 مثلا. طيب نعمل لها بقى دي يعني مثلا شكل تاني، وحبيبي اللي مشافش درس ازاي نعمل شخصية كرتون يشوفه هيفيده قوي في الدرس ده كمان. سهلة ازاي؟ خالص بسيطة جدا جدا جدا. كمان شكل هنعمله بقى شبه المثلث شوية، شبه ايه المثلث بس مش هنقفله، ونبدأ ناخد بقى كيرفات كده زي ايه النص دايرة نص دايرة كده، وبعدين ننزل خطين كمان كده، ونعمل تاني زي اللي احنا عملناه فوق شبه الايس كريم صح. هنعمل لها بقى الرجلين بتاعتها، بس هنعمل بقى دي فيها شوية حركات كده، نلف فيها الرجلين شوية. دي مثلا ادي 1 2 3، ممكن بقى رجل داخلة من ورا رجل كده، شايفين ازاي؟ مثلا ويجي واحدة كمان، بس ايه نركز عشان ما يتوهش مننا، وواحدة مثلا من هنا اهي برضه. وممكن بقى نزود خطوط بس
مش خط الرجل، كل رجل بتبقى خطين جنب بعض كده. لا ممكن دي نزود لها ايه حاجات كده رفيعة برضو بتبقى موجودة في الجيلي فيش. بسيطة خالص. عايزين برضو نعمل لها عينين زي التانيين، مفيش اي مشكلة. اتفقنا ان احنا هنعمله النهاردة على شكل كرتون شوية. كويس جميلة ازاي؟ طيب كفاية كده ولا جاي عايزين اشكال تاني؟ نعمل كمان المرة دي برضو هعمل شكل شبه المثلث برضو شوية زي اللي احنا عملناه، بس المرة دي هنقفله لفوق. نيجي من تحت هنا نعمل كده بسيطة خالص. طيب هننزل الرجلين بقى من جوه مش من الحرف ده، لا هننزلها من جوه. شكل بقى الرجل اللي عجبكم بقى في اللي احنا عملناه، يعني اي حاجه هتنفع معايا مش هتقول لا. طيب دي ست ايه نعمل لها عينيها ازاي؟ ممكن نعمل دي بقى عينين كبيره قوي كده مختلفة شوية. بحب نعمل الجمهور دي جمهوراتي شوية. شفتوا عاملة ازاي؟ طبعا هنمسح بقى الخطوط اللي احنا مش عايزينها الزيادة، عشان كده بنعمل بالرصاص وبخط ايه خفيف خالص. طيب ده شكل كمان نعمل النص داير ونعمل لها مثلا عين كبيرة وعين صغننة وراه. نعمل لها بقى دي بق كبير بقى. ممكن بقى دي نعمل لها، عارفين الكيرفات اللي احنا عملناها هنا دي نعملها بقى العكس. انتوا ممكن كده برضو تألفوا اشكال كتير للجيلي فيش ده زي ما عرفتوا ايه كذا شكل كده. زي ما قلتلكوا انا بحب قوي تشغلوا خيالكم وتعملوا اشكال حتى انا مش عاملاها. سهل ازاي خالص. هنبدأ بقى نحبره او ندوس على الخطوط اللي احنا عايزينها بس زي ما اتفقنا. عشان برضو وقت الفيديو انا هحبر كله وارجع لكم تاني بعد ما احبر وامسح الرصاص الزيادة.
انا كده خلصت تحضير لكله ومسحت الرصاص وجهزت كل حاجة على التلوين. هنلون بقى في الالوان اللي احنا حابينها براحتنا خالص. انا مثلا ممكن ابدأ اعمل هنا، انتوا عارفين انا بحب البيربل والبينك، اللي لاحظته ده يعني. بصوا كل فيديو هقول لكم احنا بنلون بالراحة خالص، مش نستعجل، وبنلون على مهلنا، مش بنسيب اي نقط بيضة او اي مسافات بيضة في المكان اللي احنا بنلونه، بنلون كله في اتجاه واحد. بالراحة خالص مش مستعجلين على التلوين. احنا كل درس بنتعلم فيه بنتعلم نرسم حاجة جديدة، لكن لازم برضو نأكد على موضوع التلوين ده، عشان مش بعد ما نرسم الرسمة نبوظها بالتلوين بتاعنا. ممكن نرسم رسمة حلوة قوي قوي وبعد كده نيجي نلون نبوظها خالص، ينفعش طبعا. انا حابه ادخل معايا الاصفر كده زي ما قلت لكم، برده انتوا لونوا بالالوان اللي انتوا تحبوها، مش شرط نفس الالوان اللي انا ملونها. شايفين الورقة اللي انا حطاها تحت ايدي دي اتفقنا عليها عشان ما نبوظش التلوين بتاعنا. نبدأ خدودها بقى،
كله في نفس الاتجاه، ومش بنحاول ما بنخرجش بره، مخرجش حاجة بره الخط بتاعنا. بتطلع الرسمة نظيفة وشكلها جميل خالص. الناس اللي معايا ما شافوش درس التلوين ممكن يرجعوا يشوفوه تاني، اسمه ازاي نلون صح. الخطوط اللي احنا عملناها دي ممكن بس نمشي جنبها كده باللون، يعني مش انا فاضل عندي الحواجب بس بتاعتها. نيجي ده أول واجب خلصناه، ممكن بقى نعمل واحد بلون تاني مثلا درجات الأزرق. أو اللبني بنحاول واحنا بنلون برضو، ممكن ما قلتلكوش عليها قبل كده، ان احنا طالما بنلون بايدينا اليمين نلون الحاجة الشمال الاول بعدين اليمين. ليه بقى؟ انا لو لونت اليمين هنا وجيت الون الناحية دي هقعد ابهدل فيها كده وانا بلون. لا، انا بلون اليمين الشمال قصدي وبعد كده اليمين، بلون اللي فوق وبعدين اللي تحت، عشان برضو نفس الفكرة. انا لو لونت اللي تحت وجيت الون اللي فوق هبدأ ان انا ابهدله طول ما انا بلون كده، فلا بلون اللي فوق وبعدين اللي تحت والشمال وبعدين اليمين. الناس اللي بتلون بايديها الشمال هيلونوا اليمين الاول وبعدين ايه الشمال. وعلى مهلنا خالص، انا هلونكوا ده كمان كده وبعدين اسرع الفيديو وانا بلون عشان الوقت، لكن احنا هنلون كله بالراحة. ارسموا بقى الشكل اللي يعجبكم فيهم، عايزين تألفوا اشكال تانية مفيش مشكلة. طبعا هستنى تطبيقاتكم تبعتوها لي نشوفها مع بعض. عايزه اقول للناس برضو اللي مش معايا في الكورس بتاع تعليم الاطفال دوت، معايا مش اطفال، معايا فنانين كده صغننين ما شاء الله عليهم، رسمهم جميل وتلوينهم جميل. طول ما هم برضو بيسمعوا الكلام كده وبيعملوا انا بقول لهم عليها هيبقى احلى واحلى كمان.
رأيكم؟ هلون انا الباقيين دول كده، انا هسرع الفيديو مش انا اللي بلون بسرعة، وارجع لكم تاني بعد ما اخلص. انا كده خلصت، لونت كله زي ما انتوا شايفين كده. يا رب يكون عجبكم، استنى تطبيقاتكم، واي حد حابب ان هو يتعلم اي رسمه لاي حاجه يكتب لي في كومنت، واللي ما عملش سبسكرايب للقناه ما ينساش يعمل، ولايك وشير للفيديو، واستنياكم من تاكل دايما بتسعدني. اشوفكم في فيديو جديد برسمه جديده ان شاء الله.